مستمرين معاكم وعلى الهواء مباشرة من مسرح بكر الشدي من الرياض وضمن فعاليات موسم الرياض وعلى شاشات ام بي سي 1 ام بي سي مصر ام بي سي العراق وشاهد في اي بي وسينك وان شاء الله تكونوا مستمتعين معانا ومقضين معانا وقت لطيف. الميكروفون هو وحدة الجوازات اللي بيعبر منها أصحاب الصوت الاستثنائي الحدود من غير جنسية ولا تأشيرة ولا أختام، وعن طريقه بيوصلوا لنا المبدعات أجمل رسائل الوحدة والتعاون. أيقونة الخليج أحلام والفنانة السعودية الكبيرة سوسن البهيتي هيقدموا لنا دلوقتي تحية للمرأة العربية. Yeah.